قلب ايمي. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل كبده اسكندراني، واهم حاجه بقى جايباها صفحه من عند الجزار. الفص كله من عند الجزار كان لسه سخن، وقلت له قطع لي منها كيلو وقطعها اسكندراني. اهم حاجه بقى في الموضوع طازه من عند الجزار عشان اولادي ما ياكلوش بره سندوتشات. انتوا عارفين اهم حاجه النظافه والحاجه تكون مضمونه في قلب البيت. طبعا معانا اول حاجه 2 معلقة كبيرة ثوم، معانا الملح، جوزة الطيب، معلقه ملح كبيره، ربع معلقه جوزة الطيب، نص معلقه كبيره فلفل، طبعا معانا ربع كيلو فلفل حراق وفلفل رومي، معانا الخل بتاعنا، الليمون، الطحين، الزيت والجرجير للتزيين، وكيلو الكبده اسكندراني، ومعانا الميه طبعا عشان نعمل بيها الطحينه. واهم حاجه بقى البهارات بتاعت الكبد، هناخد ربع معلقه منه ونسمي الله ونبتدي نحط الحله فوق النار. نحط ربع كوبايه زيت، نحط الكبده، ننزل بقى بالثوم، هنحط بقى جوزة الطيب يا جماعة وشوية فلفل، الملح بقى لما تستوي. بهارات بقى الكبدة، كده بقى هناخد حبة هنا عشان هحط فلفل رومي بس عليها، عشان هنا هحط فلفل حراق، وانا بحبها طبعا من غير فلفل حراق. حط شوية زيت، ده فلفل مش حراق. طبعا ده فلفل حراق، كده بقى هنبتدي نحط الملح، ننزل بقى بمعلقة خل، معلقة ليمون، خلاص كده استوت. هنقفل عليها بقى ونبتدي نعمل السفينة. نحط بقى الليمون، معلقتين خل، الملح بتاعنا، فلفل،
واخيرا خلصنا وغرفنا وعملنا سندوتشات، ايه رايكم؟ واهم حاجه الجرجير يا جماعه، وطبق طبعا بقى المخلل المفتخر ده، وسلطه الطحينه، والكبده العظيمه تحتها الجرجير برضو. وبالف هنا وشفا، واحلى سبسكرايب لايمي، واحلى لايك، واحلى شير، ومستنيه الكومنتات.